جزاكم الله خيرا. مصري يعمل في الرياض ورمز إلى اسمه بالحروف سين ألف ميم يقول: هل لحضور ليلة القدر في مكة أفضلية عن قيامها في أي مكان آخر؟ ليلة القدر ليلة عظيمة، هو الله من شأنها في كتابه الكريم وصفها بأنها ليلة مباركة، وصفها بأنها خير من ألف شهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا حاصل لكل مسلم في أي مكان من الأرض مع النية والاحتساب، ولكن إذا حضرها في المسجد الحرام فإن ذلك أفضل، لأن الحسنات تضاعف في المسجد الحرام أكثر من غيره لشرف المكان. نعم.